أنا باسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور المباراة النهائية لبطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس الثانوية بنين للعام الدراسي 2022-2023. وتنظم المباراة من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة القدم. وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد المباراة النهائية التي جمعت بين فريق مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين وفريق مدرسة التعاون الثانوية للبنين، والتي انتهت بفوز فريق الرفاع الشرقي بنتيجة 3-0. وفي ختام المباراة توج سموه فريق مدرسة الرفاع الشرقي بلقب البطولة، كما تم تكريم فريق مدرسة التعاون الحاصل على المركز الثاني، وفريق مدرسة الفاتح صاحب المركز الثالث، وفريق مدرسة ابن خلدون الخاصة الحاصل على كأس الفريق المثالي. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد على رعاية سموه لبطولة ناصر بن حمد آل خليفة للمدارس الثانوية للبنين، والتي تعد ترجمة حقيقية لدعم سموه للحركة الرياضية والاهتمام بالرياضة المدرسية على وجه الخصوص، لما تمثله من أهمية بالغة في بروز المواهب في شتى الرياضات وفي كرة القدم تحديداً، مؤكدا سموه أن البطولة تمثل إحدى صور الرعاية الكريمة التي وليها سموه للرياضة البحرينية. وهنأ سموه فريق مدرسة الرفاع الشرقي بمناسبة فوزه باللقب، وتمنى حظا أوفر لفريق مدرسة التعاون، مشيدا سموه بالمشاركة الكبيرة لكافة المدارس الثانوية والروح الرياضية التي سادت المنافسة، كما أثنى سموه على الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم واللجان العاملة في سبيل إنجاح البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع. وأكد سموه أهمية البطولة في اكتشاف المواهب الكروية في المرحلة الثانوية لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى ما توفره البطولة من أجواء تنافسية تزرع في الطلبة قيم التنافس الرياضي الشريف والالتزام والتعاون والتحلي بالروح الرياضية واللعب النظيف. وأشار سموه إلى ضرورة تطوير البطولة واستمرارها للبناء على النجاحات التي حققتها طوال السنوات الماضية، والاستفادة من الجوانب الإيجابية بما يسهم في تطوير كرة القدم المدرسية ويؤدي إلى بروز مواهب كروية جديدة، متمنيا لجميع المدارس التوفيق والنجاح في النسخ المقبلة. وفي كلمة بهذه المناسبة رحب سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بسمو الشيخ خالد بن حمد، معبرا عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل سموه بتشريف المباراة النهائية لبطولة ناصر بن حمد لكرة القدم للمدارس الثانوية في دورتها الأولى للعام 2022-2023، والتي تفخر اليوم برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.